معلش اتأخرت عليك شوية، كان يوم طويل قوي ورخم، بس تصدق طول اليوم وأنا بفكر فيك ما نسيتكش لحظة. أنت قتلت نعمة؟ حصل. بص يا محمد، أنا هأثر عليك أي طريق، عشان أنا ما بحبش العيال من دورك، عشان بتبقوا رغاين وأنا بصدع. أنت يا محمد الوحيد اللي ممكن تعمل لنا مشاكل ودوشة، عشان كده قررت أنا وسارة مراتي الجديدة إننا نقتلك. وبعدين قلنا ليه نلبس نفسنا؟ ما أنت ممكن تكتب جواب وهتقول فيه كل اللي أنا عمله لك، ماشي؟ وبعدين وبعدين تبلع الشريط ده كله وتموت. يا صلاح. ايوه يا ساره، وصلتي عند بيت ماجده يا ساره؟ اه وصل. مش ماما اسمها ماجده برضو صح؟ واقفة قدامي في الشباك بتنشر زي القمر. بص اهي اهي ماما اهي. شايف حلاوتها؟ احب ادخل انفذ اللي انت قلت لي عليه؟ النبي ما تعملوا لها حاجة، والله يا استاذ صلاح هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس امي لا. والنبي ما تعملوا لها حاجة، هعمل لك كل اللي انت عايزه والله. امي لا. خلاص يا سارة، خمسايا وهكلمك. محمد بيحب امه قوي، هيفديها بروحه ما تقلقيش. هذا المفروض لو العشره تمرد فيه. سلام. سلام. بقول لك يا استاذه، مطولين في الوقفه دي ولا ايه؟ التوك توك مش بتاعي، انا شغال عليه. لا ما تقلقش، هما خمس دقايق مش هنطول خالص. براحتك، ساعة ساعة ونص أنا معاك. هسألك سؤال. أنا لو عملت اللي أنت عايزه مش هتأذي أمي صح؟ لا يا محمد مش هنأذيها. وعد. تعبت قوي من الحياة يا ماما، عشان كده انتحرت
انتحرت عشان فاشل وماليش لازمه ولا عارف حقق حاجه في حياتي. صدقيني انا هكون في مكان احسن بكتير. ما تزعليش مني وافتكريني دايما بالخير.